إذن هذا قول الله تبارك وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاصة، صاروا قردة ثم ماتوا. والأصل في المسخ أنه حقيقي، تحولوا إلى قردة حقيقيين، ولكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خالف فيه قليل جدا، بل ابن حجر وغيره قالوا خلاف شاذ، وهو أن الممسوخ لا ينسل. يعني بعضهم يقول زين يعني القردة اللي موجودين الحين هم عيال ذولي؟ لا أبدا، لأن الممسوخ لا ينسل، كما قال النبي في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم أن الممسوخ لا ينسل، خلاص يمسخون ثم يموتون، لا يكون لهم بعد ذلك نسل، والله أعلم.